يستهل منتخبنا الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون بمواجهة صعبة وقوية مساء اليوم مع منتخب نيجيريا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي تضم بجانبهما منتخبي غينيا بيساو والسودان. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، لذا سيكون الفوز على نيجيريا بوابة العبور إلى دور الستة عشر، ومن ثم استكمال رحلة استعادة اللقب الغائب عن المنتخب منذ عام 2010. ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، من بينهم الثلاثية التاريخية التي حققها المنتخب تحت قيادة المدير الفني حسن شحاتة أعوام 2006، 2008 و2010. والتقى المنتخب المصري نظيره النيجيري قبل مواجهة اليوم في 20 مباراة، خمسة منهم بصفة ودية، فيما كانت باقي المباريات رسمية. وبشكل عام نجح الفراعنة في الفوز سبع مرات مقابل ستة انتصارات للنسور الخضراء، بينما حسم التعادل نتيجة سبع مباريات. وسجل المنتخب المصري 34 هدفاً مقابل 28 مرة اهتزت خلالها الشباك المصرية. وتعد مواجهة المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية 1963 الأشهر في تاريخ المواجهات بين الطرفين، بعدما حقق منتخب مصر فوزاً كبيراً بنتيجة 6-3، وهي المباراة الوحيدة في تاريخ البطولات الإفريقية التي شهدت تسجيل تسعة أهداف. مباراة اليوم هي 21 في تاريخ مواجهات الفريقين، فهل يواصل الفراعنة تفوقهم النسبي على المنتخب النيجيري؟ أم ينجح النسور في اصطياد محمد صلاح ورفاقه؟